بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ أشرف زكريا، أستاذ مادة الرياضيات في مدرسة المستقبل الثانوية للبنات فيوتشر هاي سكول. درس اليوم إن شاء الله الصف الأول الثانوي حيكون على تطبيقات على المعادلة التربيعية، ونقصد بالتطبيقات اللي هو كيف نكون المعادلة، كيف نعرف نوع جذري المعادلة، المقطع الصادي، ونحل معادلة تربيعية سواء كان بالقانون ولا بالتحليل ولا بإكمال المربع. أول مثال عندنا اليوم أو جديد المقطع الصادي ومحور التماثل ونوع النهاية. والمقصود بنوع النهاية يقولون أنها عظمى ولا صغرى. للدالة صاد يساوي 3 س تربيع ناقص 24 س ناقص 9. قلنا أول حاجة نحدد الثوابت ألف وباء وجيم. ألف يساوي باء يساوي جيم يساوي. الألف هو معامل س تربيع 3، الباء هو معامل س سالب 24، والجيم هو الحد المطلق سالب 9. هو عايز المقطع الصادي أو أين المنحنى التربيعي يقطع محور الصادات، وقلنا هذه بنوجدها بأن احنا نضع س تساوي صفر أو إلغاء جميع الحدود ما عدا الحد المطلق. إلغاء جميع الحدود ما عدا الحد المطلق، يعني المقطع الصادي هيكون صاد تساوي صفر ناقص صفر ناقص 9، يعني سالب 9. كان من الأول نقدر نشطب هكي ويطلع سالب 9. عايز محور التماثل، قلنا محور التماثل له معادلة، محور التماثل المعادلة بتاعه س يساوي ناقص باء على 2000. لازم تكون محفوظ المعادلة، ناقص باء على 2000، يعني ناقص الباء بسالب 24 على 2000، 2 في 3، سالب في سالب موجب 24 على 6. إذا س تساوي 24 قسمة 6 تساوي 4، هذه معادلة محور التماثل. طبعا نوع النهاية قلنا حسب المنحنى مفتوح لأعلى ولا إلى أسفل، وده حسب الألف. الثابت ألف هنا 3، نوع النهاية ألف 3، ده موجب، معناه المنحنى مفتوح إلى أعلى. المنحنى مفتوح لأعلى، يعني قالك بقى هي دي نقطة رأس المنحنى، هي دي اللي هنقول نوع النهاية. هذه النقطة هي أعلى نقطة ولا أدنى نقطة؟ أدنى نقطة، معناها نهاية صغرى. طب هنا موجب، إذن رأس المنحنى نهاية صغرى، ويكمل هذا المثال. به تطبيق آخر على تكوين المعادلة التربيعية طبعا، والدرس اللي فات ابتدينا كيف بنكون المعادلة التربيعية. قلنا المعادلة هي س تربيع ناقص مجموع الجذرين مضروبا في س زائد ضرب الجذرين يساوي صفر. س تربيع ناقص مجموع الجذرين، الجذرين هنا سالب 4 سالب 7 في س، زائد ضرب الجذرين سالب 4 في سالب 7 يساوي صفر. س تربيع ناقص ناقص 4 ناقص 7 ناقص 11
س وسالب 4 في سالب 7 موجب 28. يعني نقدر نقول ان الس تربيع سالب في سالب موجب 11 س زائد 28 هي دي تكون المعادلة التربيعية بتاعنا. بالعكس هنا نعطيك المعادلة ومطلوب إيجاد الجذرين، مش توجدهم، حدد لنا فقط نوعهم. احنا قلنا في ثلاث حالات، إما حقيقيان مختلفان أو حقيقيان متساويان أو لا يوجد جذور أو لا يوجد حلول، وإن هذا نعرفه من المميز. فلازم برضو نحدد ألف بكم، باء بكم، جيم بكم. ألف هو معامل سين تربيع واحد، باء معامل السين ثلاثة، جيم الحد المطلق اللي هو سالب 40. طب المميز اللي بيميز لنا نوع الجذور أو بيحدد لنا نوع الجذور المميز هو ب تربيع ناقص 4 ألف ج، ده القانون بتاعه. هنعوض بالأرقام هذه، ب تربيع يعني 3 تربيع ناقص 4 في ألف بواحد الجيم سالب 40 ساوي 3 تربيع 9 ناقص في ناقص موجب 4 في 40 160، يعني 169 هذا موجب. وقلنا لما يكون مميز موجب إذا يوجد حلين حقيقيين مختلفين، إذا نوع الجذرين حقيقيان مختلفان، كده يبقى حددنا نوع الجذرين. تعال بقى نشوف كيف هنحل او نستخدم الطرق المختلفة في حل المعادلة التربيعية. قلنا في عندنا ثلاث طرق، تحليل، كمال مربع، والقانون او المميز. وفي طريقة بيانية طبعا نادرا ما نرجع إليها، لأن الحلول البيانية بيكون فيها نسبة خطأ. والآلة دي طريقة خامسة، الآلة تحل أي معادلة تربيعية. التحليل مش أي معادلة تتحل بالتحليل. إكمال المربع أي معادلة لكن بيكون فيها صعوبة. القانون يحل أي معادلة. أول طريقة هنحل بيها هنا أهو أول مثال باستخدام التحليل. فهنا فرض علي طريقة التحليل، أوجد حل المعادلة ألف تربيع ناقص 4 ألف ناقص 32. وكيف ما قلنا من قبل إن الألف كأنه هو السين، ألف تربيع هي سين تربيع، ونقدر نغير أي حرف مكان السين. ندير طريقة المقص، ألف ألف وهذه الأقواس تساوي صفر، ونركز على الحد المطلق. الحد المطلق هنا سالب 32، معناها نبحث عن عددين ضربهما 32. الاحتمالات المختلفة 1 في 32، 2 في 16، 4 في 8. طبعا 8 في 4 هي ايه؟ نفسها. هذه الاحتمالات اكتبها، عددان ضربهما 32 والفرق بينهما 4. من من الاحتمالات الثلاثة هذين اللي الفرق بينهم 4؟ 4 في 8 هنا 4 8، مفيش مشكلة تحط هنا 8 هنا 4، المهم الإشارة الصح هي اللي تتحط. به الحد المطلق سالب، معناه العددين مختلفين في الإشارة. من موجب من سالب؟ القاعدة تقول الأكبر نفس إشارة الأوسط، العدد الأكبر نفس إشارة الأوسط،
الأوسط هنا سالب أهو. الأكبر نفس إشارة الأوسط أهو. الحد الأوسط اللي هو سالب 4 ألف إشارته سالبة، معناها العدد الكبير هنا 8، حط عليها سالب وهنا موجب. تبعد الأقواس، واحد هو ألف زائد 4 وألف ناقص 8. الإجابة ناخد نفس العدد اللي مع الرمز بس بإشارة عكسية عشان يطلع الناتج بصفر. يبقى هنا الألف تساوي سالب 4 ومن هنا ألف تساوي 8. الإجابة سالب 4 وموجب 8. في المثال رقم 2 هنا شوية محتاج تعديل. ليه؟ صح هي معادلة أربعية لكنها ليست صفرية. يعني إيه ليست صفرية؟ يعني لا تساوي صفر. فهنعمل نقل للستة سين، خششها جوه بالسالب. سين تربيع ناقص ستة سين تساوي صفر، أصبحت معادلة تربيعية صفرية يعني بتساوي صفر. بقى إحنا عايزين بالتحليل. هنا ما ينفعش المقدار ثلاثي. ليه؟ حدين فقط، سين تربيع وستة سين. طب إيه الحل؟ لما يكون عندك حدين معناها ما فيش إلا إما فرق بالمكعبين أو مجموع مكعبين، فرق بالمربعين، إخراج عامل مشترك. وهنا في حد أس 2 لكن الحد الآخر لا فيه لا تربيع ولا تكعيب، معناها نستبعد الفرق بالمربعين والفرق ومجموع مكعبين، معناها فيش إلا إخراج عامل مشترك وهو سين. نفتح قوس، يتبقى سين ناقص 6 تساوي صفر. من هنا سين تساوي الصفر ومن هنا سين تساوي موجب 6. قلنا بعكس الإشارة معناها الإجابة صفر و 6. بقى تعال نشوف طريقة أخرى غير التحليل، وهي طريقة طويلة شوية، هي طريقة إكمال المربع. طريقة إكمال المربع، أولا لازم نتأكد أن يكون معامل السين تربيع بيساوي 1. فعلا هنا بيساوي 1. الحد المطلق ينقل للطرف الآخر بعكس الإشارة، تبقى سين تربيع زائد 2 سين تساوي 48. معامل السين 2 نقسمه على 2، دائما نقسم على 2. القاعدة بتقول ايه؟ مربع نص معامل سين، فادي نص معامل سين. نص يعني قسم على 2. خدت الاثنين هذا قسمت على 2 يطلع الناتج 1. عايزين نربعه، 1 في 1 1، ونقول بإضافة 1 للطرفين. إضافة يعني جمع، تبقى سين تربيع زائد 2 سين زائد 1 تساوي 48 زائد 1. هذا بيكمل المربع كيف؟ بنكتب قوس وعليه تربيع. إشارة الحد الأوسط أهي موجب. جذر الحد الأول، جذر السين تربيع سين، جذر الواحد، جذر تربيع طبعا أقصد به جذر تربيع، جذر تربيع 1. 48 زائد 1 49. نبي نتخلص من التربيع، العملية العكسية للتربيع هو الجذر التربيعي، نقول بآخذ جذر تربيعي للطرفين نجد أن يلغى الجذر هنا، أو هو جذر سين زائد 1 لكل تربيع تساوي جذر 49. الجذر والتربيع يلغى بعض، سين زائد 1 تساوي زائد أو ناقص إيه العدد يضرب في نفسه يعطي 49؟ 7. معناها إما سين زائد 1 تساوي 7 أو سين زائد 1 يساوي ناقص 7. ينقل الواحد بالسالب، ينقل الواحد بالسالب، يعني سين تساوي 7 ناقص 1 سين تساوي 6. هذا حل. أو سين تساوي ناقص 7 ناقص 1 يعني سين تساوي ناقص 8، وهذا الحل الآخر. إذن الحلين 6 وسالب 8. نجي للطريقة الأخيرة وهي استخدام القانون أو قانون المميز. عايزين الحل. القانون عندنا هنا طبعا ألف، لازم نحدد الثوابت ألف وباء وجيم.
الألف معامل السين تربيع بواحد، الباء بسالب ثلاثة، الجيم سالب عشرة، حد المطلق معامل سين معامل سين تربيع. القانون هو سين واحد واثنين، يعني الحل الأول والثاني يساوي ناقص باء زائد أو ناقص الجذر التربيعي باء تربيع ناقص أربعة ألف جيم على اثنين ألف. هنبدأ نعوض. ناقص باء يعني ناقص ناقص ثلاثة زائد أو ناقص جذر تسعة ناقص أربعة في ألف اللي هو واحد في سالب عشرة يبقى سالب أربعين، يبقى موجب أربعين على اثنين ألف يعني اثنين في واحد، تبقى سين واحد واثنين تساوي ثلاثة زائد أو ناقص تسعة زائد أربعين تسعة وأربعين، جذر التسعة وأربعين سبعة زائد أو ناقص سبعة على اثنين. يبقى ده الحل، سين واحد تساوي ثلاثة زائد سبعة على اثنين، سين اثنين تساوي ثلاثة ناقص سبعة على اثنين. عملت ايه هنا؟ مرة خدينا السبعة بالموجب ومرة بالسالب. ثلاثة زائد سبعة عشرة، قسمة اثنين خمسة، ادي اجابة. ثلاثة ناقص سبعة ناقص اربعة، قسمة اثنين سالب اثنين، معناها الاجابة خمسة وسالب اثنين. هنا المثال الثاني رقم اثنين على استخدام القانون او الصيغة. سؤال غريب شوي، سين تربيع ناقص تسعة يساوي صفر، حدين فقط واحنا بنحدد ثلاث ثوابت ألف وباء وجيم، معناها أحد الثوابت هيكون هو العدد صفر. ألف يساوي، باء يساوي، جيم يساوي. ألف هو معامل سين تربيع بواحد، باء معامل سين، ما فيش هنا سين، إذن الباء بصفر. جيم هو الحد المطلق اللي هو سالب تسعة. مرة تانية القانون، سين واحد واثنين تساوي ناقص باء زائد أو ناقص الجذر التربيعي باء تربيع ناقص أربعة ألف جيم على اثنين ألف. نعوض، ناقص باء يعني صفر زائد أو ناقص جذر صفر ناقص أربعة في ألف اللي هو واحد في جيم سالب تسعة. طبعا هنا أنا كانش في مساحة فما كتبش الأرقام، كتبت الأربعين على طول، هنا في مساحة. اثنين ألف اللي هي اثنين في واحد، معناها سين واحد واثنين تساوي هذا صفر زائد أو ناقص سالب أربعة في سالب تسعة موجب ستة وثلاثين، وجذر الستة وثلاثين هو ستة، معناها الحل سين واحد يساوي موجب ستة على اثنين، سين اثنين يساوي سالب ستة على اثنين. الإجابة الأولى موجب ثلاثة، الإجابة الثانية سالب ثلاثة. كده يبقى انهينا باب المعادلة التربيعية والتطبيقات العليا. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.